السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم جميعا. هذا نموذج امتحاني من جامعة اسطنبول لمستوى آبير أو المستوى الأول باللغة التركية. رح نشرح هذا النموذج بحيث لما تحاولوا تحلوه أو تعملوا تجربة عن طريقه تعرفوا بالضبط المطلوب من كل سؤال. هذا النموذج هو مثال للأسئلة اللي ممكن تجيكم الامتحان أو للأمور اللي لازم تكونوا بتعرفوها لما تتخرجوا من المستوى الأول. نبدأ بسم الله. بداية عن نص الأقمة، نص القراءة. طبعا هذا ستاندرد بكل الامتحانات، بيكون في عندنا نص قراءه في البدايه. نص القراءه يا اما بيكون نص كامل وعليه اسئله، يا اما بيكون داخل هذا النص في عندنا فراغات بدنا نعبيها لها علاقه بالقواعد. يعني هذا النص موجود قدامنا نفسه عليه اسئله، ونفسه ايضا بهي الحاله عم اقول انه انا لازم اعبي الفراغات بواحد من هي اللواحق، لاحقه الى او لاحقه في دا او دي، لاحقه من، لاحقه المفعول به، أو لاحقة الفعل المضارع يور. يعني هون في عنا نحن الفراغات، قد يكون موجود بهذا الفراغ اللي أنا عم أشر عليه هلا أي شيء من هذيك اللواحق. كيف ممكن أعرف؟ طبعا إذا كان الكلمة هي جذر فعل، فغالبا أنا بدي أحط هنا لاحقة الفعل المضارع، وإذا كان اسم مثل هون مثلا أورانج يوردو، فأنا بدي أحط هون حرف جر أو مفعول به، حسب طبعا حسب السياق وحسب أنا يفترض هذا يكون الإجابة. طيب مثلا هنا عنا فعل او عن جذر فعل، فغالبا بدي احط لحقه المضارع الموجوده بقول call your. تمام. هون او هنا السؤال عفوا call your son، نادى call your son اسطنبول ده نادى call your son. هون الاجابه اللي بعديها قال arrange your do call your room. بختار في your do ده. طبعا هون بدنا نضيف الاضافات اللازمه اللي هي مثلا النيل الحماي arrange your do ده call your room. هذا مثال. تمام. والنص طويل جدا عليه كثير فراغات. اثناء القراءه بتختاروا لكل فراغ اللاحقه المناسبه او حرف الجر او لاحقه الفعل المضارع ايا كانت. هذا الشيء ان شاء الله واضح. هلا هون عنا اسئله لها علاقه بالنص نفسه، يعني اسئله لها علاقه بنص القراءه، لكن هون فوق كان في الاسئله لها علاقه بالقواعد. هلا احنا العلاقه الاسئله الثانيه لها علاقه بفهم النص. يعني هلا هون عم اقول اختار اذا كانت الجمل التاليه صحيحه او خاطئه. متنقره شو يعني؟ باعتبار النص او رجوعا للنص او بحسب النص. تمام. فاعطينا هنا عدد جمل، اختار انا اذا كانت هي صحيحه او خاطئه. بعدين هنا اعطانا اسئله خام، اسئله ما في عليها خيارات او عليها صح او خطا. هي الاسئله يعني بدي اجاوب عليها بجواب كامل، بجمله بدي اجاوب على هي الاسئله بجمله كامله. في عندنا خمس أسئلة هون. بعدين انتقلنا للسؤال اللي بعده. هون أعطانا نص أو منص، هو مسمى أجندا، يعني دفتر اليومي أو دفتر الخطة اللي بكتبه الواحد أنه أنا شو حيعمل باليوم. قال من هذا النص أعطانا بعض الأسئلة. النص له علاقة مثلا بشخص عم يرتب يومه، عم يسألني مثلا أي ساعة، هون بالسؤال الأول سات كاتش تاكالكيور، يعني اي ساعه بيفز. فهون المطلوب طبعا مو اكتب له انا الساعه بالضبط اللي هون 8:45، كيف تنكتب 8:45؟ شو بقول؟ دوكوزا تشيرك كلا كالكيور. يعني هو عم يطلب مني اكتب كتابي مو بالارقام، بالاحرف، مشان انا اعرف استعمال الساعه هل هو صحيح عند الطالب او لا. طيب هلا هون اجينا لعند الدينلمه. الدينلمه هو نص الاستماع. طبعا في نصوص استماع اللي حورجيكم اياها بالاخير، هي نصوص الاستماع بتسمعوها وعلى اساسها بتجاوبوا على الاسئله. مثلا هون عم اقول فرن، وين مكان الفرن بين هي الخيارات؟ بعدين هنا بانيو، وين مكان البانيو بين هي الخيارات؟ هذا الكلام مذكور بنص الدينلمه، بنص الاستماع. على اساسه نختار واحد ا او ب او ج حسب، ونجاوب على الاسئله. كمان هون كمان على نفس المتن، لكن متن الدينلمه، متن الاستماع اللي حنشوفه بعد شوي، اختر صح او خطا. دورو يدا يانلش، دورو يدا يانلش. طيب المثل اللي حنشوفه بعدين، بس حنطلع بعدين حنلاقي في عندنا دينلمه 2، دينلمه 2 في عندنا نص ثاني دينلمه. هلا هذا النص قال لك هون في عندك خيارات صح او خطا، عفوا هون في عندك خيارات، قال لك هون ويقول ستشيني اشاره لينز، اختاروا او اشيروا الخيار الصحيح او الخيار المناسب. كمان بالنسبة للنص، يعني حسب النص اللي حتسمعوه بالدلمة. طبعا هون مكتوب نص الدلمة لأنه هذا نموذج، لكن بالعادة بيكون مسموع، يعني بالوضع الطبيعي اللي بفوتوا انتوا في الامتحان بيسمعوك بيشغلوه مثلا عن طريق مسجلة أو عن طريق حاسوب،
وبيكون النص مسموع. هون في عندنا هلا مثل ما اتفقنا اسئله وفي عندنا خيارات. طيب بعدين عندنا يازمه الكتابه الموضوع. عاده دائما بيكون في بيكون هذا السؤال اختياري، بمعنى انه الطالب ما بيكون متمكن من كل المواضيع، فبيعطوه موضوعين او ثلاثه حسب المستوى حسب الجامعه مشان يختار اللي هو امكن او اللي هو بيعتبر نفسه بيقدر يتحدث فيه اكثر، لانه الهدف من مواضيع اليازمه يشوف الطالب قديش بيقدر يتكلم وقديش هو طليق بالكتابه، قديش هو بيقدر يشرح عن موضوع معين، وليس الهدف منه انه بس يعرف راي الطالب بموضوع او يعرف عنه معلومات. تمام، فهنا معطينا احنا خيارين. تمام، من هاي المواضيع معطينا خيارين. الاول ايلينزي في اركاداشلرنز تنتنز، يعني اشرح او تحدث او عرف باصدقائك وعائلتك. هون معطينا خيارات طبعا ادلر مستكليري وبنزري، يعني الاسماء المهن وما شابه ذلك. اونلاين يعني هون اول شيء هو عم يعني وضح لنا شو اكتب انا عن عائلتي واصدقائي. هون قال ايلينز ده كيملافر، مين موجود تختار هون الاسماء والمهن. بعدين اونلاين هياتلري يعني تكلم عندهم وين بيعيشوا ايش اوكول ايفلي، يعني العمل المدرسه هل هو متزوج او لا وما شابه ذلك. يعني هو عم يعطيك خيارات مشان تتوسع بحل الموضوع بكتابه الموضوع. انا هاي الامور كلها بدي اتحدث عنها. الخيار الثاني قال اسطنبول نيرده ياشورسونوز سنتينز انطنز، اين تعيش في اسطنبول، في اي مكان من اسطنبول تعيش، اشرح المنطقه التي انت فيها او تكلم عن المنطقه عن الحي الذي انت فيه. تمام، هون عم اعطيك الخيارات اللي انت بدك تحكي عنها، يعني شو بدي احكي انا مثلا هون ايفينيز يوردونوز يعني البيت او السكن الذي انتم فيه. بعدين جنال ليكلي نير لي ريجيد يورسونوز، اين تذهبون عاده، الى اي الاماكن تذهبون عاده. هنا المكان الموجود فيه جاده سقاك بنالار دكانلار، هي صارت تحسن تحكي عنها اثناء التكلم عن مكانك عن مكان عيشك في اسطنبول. هلا هنا انتقلنا للمرحله الثانيه. عاده ما تكون هي مقابله وجه لوجه، هي تكون شما يعني التحدث، بيكون في قدامكم استاذ او استاذين. طبعا نحن حنعملها طبعا عن طريق الزوم، لكن المشكله احنا الوضع العادي انه هذا امتحان جامعه وبيسالوك وبياخذوا بيعطوا معك. هلا هون بالنسبه للمستوى الاول شو الشغلات اللي بيقدر يحكي فيها الطالب، على اساسه عملوا اسئله معينه. هلا هون قال كانديز تنتنز، يعني عرفوا بانفسكم. اذا متذكرين احنا كنا عبينا استماره عن تعريف الانسان بنفسه، طبعا هلا احكيكم بشكل اوسع بشوي. اضنز نيرلسنز، انتم منين وشو اسمكم. دوم تاريخ نزفي ياشنز، تاريخ الولاده والعمر. وبعدين بنكمل المهنه ورقم التليفون والعنوان. هي التفاصيل كلها موجوده ب الكونشما يعني بالتحدث، يكون في حد قدامكم عم تحكوا معه. هون عندنا مجموعه من الصور كمان في سياق الكونشما في سياق التحدث، لكن بعض الامتحانات بيكون مو بس تحدث بين الطالب وبين الاستاذ او بين المختبر، بيكون في تحدث بين الطالب وبين صديقه الموجود معه، يعني بيدخلوا على الامتحان على امتحان تحدث شخصين شخصين. فهون عم نقول انه احنا بنعطي هي الصور، طبعا هذا الكلام مكتوب للاساتذه، بنعطي هي الصور تنتين من الصور للطلاب وبنطلب منهم انه يسالوا اسئله متعلقه بهي الصوره للاشخاص اللي حدهم. طبعا شكل هذا السؤال ممكن يجي مختلف يعني ببعض الامتحانات، ممكن يكون مثلا تطلب منهم نحكوا عن موضوع معين او يتناقشوا او كل واحد منهم ياخذ راي معين، لكن هذا في المستويات المتقدمه. هون نطلب منك بس انك تتحدث عن هي الصوره او تسال اسئله متعلقه بهاي الصوره. هلا كنا تحدثنا احنا انه في عندنا نصوص دينما بتكون مسموعه عاده، يعني طبيعي انه الاستاذ بيشغل لك اياها بالصف عن طريق المكبرات الصوت، لكن هون لانه هذا فحص تدريب للطالب يختبر نفسه او لانه هو نموذج، يعني مكتوبه نصوص الدينما هم موجوده بنهايه الملف. طبعا هذا الملف اللي حنشاركه معكم ان شاء الله، او اظن ممكن كنا احنا شاركناه نفس هي النصوص. هذول النصين، النص الاول دينما بير للقسم اللي مكتوب عليه دينما بير فوق من الاسئله، هن سؤالين او ثلاثه، وفي دينما اكي، هذول النصوص مكتوبين كاملين. ويعطيكم العافيه، اتمنى للجميع النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز مارس منصة تفاعلية حية تتيح لكم ممارسة اللغة التركية
مع الناطقين الأصليين بها.